عسلامة مسيو. عسلامة. خلينا نحكي شوية على طريقة التنظيم اللي قاعدة تصير في شركة اللحوم، طريقة البيع، احكي لي كل شيء. بالنسبة للأسوام لهنا أسوام مناسبة برش في كامل تراب الجمهورية، فهمتني؟ ويتقاولوا اللي يعلوش من برا اللي هو علوش بتاع تونس نخدمه فيه، فهمتني؟ وكل شيء متوفر وكل شيء بلاش، كل شيء لهنا بلاش، كل شيء. الأسعار هوني في متناول الجميع، في ريت الأسعار هنا متناول الجميع. شنو هو الاختلاف في الأسعار بين هوني في شركة اللحوم والبرة؟ في معناها ايش نقول لك؟ البرة يقول لك العلوش تحلي ب 40,000 باش نبيعه ب 42. بنتي فهمتني كيفاه؟ مالاش بها شركة اللحوم تبيع في العلوش ب 31 دينار، اش بها؟ نفس الأضاحي معناها بنتي، نفس السلعة. كيما أني نخدم علوش بلدي باللي كيما هو يخدم، يعني زازار البرة سامحني راهو أني لول كي نخرج يذبحوني. قديش الفارق في السعر ما بين انتوما هوني والبرة؟ كبير. الجيب ثم اللي يقول لك 37، ثم اللي يقول لك 40، ثم اللي يقول لك 41. لكن بالله يا مواطنين كان تتفرجوا فيا، بالله يا أخو من عند زازار الحم يبعد على زازار ويوزن الحم، راني بالمكشوف، فهمت؟ ثم غشة يعني. نعم بنت، وينفخ العلوش بالماء والبرش يذبحوه يرموه في الجيب يمتع الماء باش يطلع أبيض. عايش بنت، هذا ايش نفهم وش الشيء اللي نسرح به؟ نشوفوا فما إقبال من طرف المواطنين على شركة اللحوم اليوم. عليها عندهم ثقة شركة اللحوم هذية، يجي وقت ياخذ الحم علوش ياخذ علوش، يطلب برشني ياخذ برشني، يطلب بقري ياخذ بقري، فهمتني؟ انت ما كان حضرت من الصباح صلاة والسلام على رسول الله. اي ما الكل ما عندهم ثقة في شركة اللحوم. زازار البرة ما عندهمش فيه ثقة. يعني لول كي نبدا نخدم بنتي البرة وياك تراني وتضيقني. ذباح البرة نذبحو. الحم اللي موجود هوني بقري وعلوش ولا علوش كهو؟ بنتي الحم علوش والحم بقري والحم برشني. ستوب. ربي يعينك. نلقاوك متواجد اليوم في شركة اللحوم، هل فما فرق في الأسعار ما بين شركة اللحوم والبرة؟ والله تو حاسمة شفت كان فما فرق شوي، فرق بسيط زادة مش فرق كبير ياسر معناه. فما فرق هنا أخي أقل شوي وكهو، أقل شوي. ما الموظف والمواطن راهو تعب، سوى هنا وسوى البرة راهو ما يقدرش يشري لا هنا ولا البر. ها جايين باش ناخذوا شوية كبدة 200 غرام رطل الحم وهذاك هو مروحين على رواح. تاع جامعة كاملة شدوك شي 10 أيام تقسطهم بشوي زاد. رانا تعبين، الناس تعب من الأخر، تعبين على الأخر. وبالنسبة للأضاحي؟ الأضاحي ما عادش نغزروا لهم، هذوك عبارة واحد باش يشري شوية تراب ولا كره. بالنسبة للأضحية ما عادش قادرين عليهم، ما عادش نجم. أنا واحد من الناس ما نجمش نشري. برشا عبيد اختارت أنه سنين ما تشريش. مشارين. ما عادش ينجموا، يا أخي علوش بمليون ونص يقول لك 1,700,000، البارح في الرهبة في الملاسين يقول لك 1,800,000 علوش وبزوز ملايين. علوش عادي راهو. ما في شركة اللحوم أقل معناها تلقى 35 كيلو الحم 30-25. بينما في شركة اللحوم هوني يوزنوا لك بالميزان، يوزن لك بالميزان وأقل شوية وكهو. ما راي غالي يا أخي، كيلو الحم هنا ب 32,000، شنو ولا البر وشنو هنا؟ كيلو الحم 32 10 كيلو ب 320 ولا قديش؟ شنو رأيك اليوم في أسعار شركة اللحوم؟ بالنسبة لأسعار شركة اللحوم راهو حسب ما نشوف أنا على حسب الغالي، راهو 17,800 وبعد كده 18,500 ما يكون عامنا ولا تعامنا في 13 في 12 نجم تلقى علوش باهي كومام في ثقة في المتناول بتاع 600 علوش تاع السوريت من سنتك حكايه من 600 ل 900 للمليون. ما عرفش فما القام هذيك نتاع علاش مش موجود معناها مليون و300 فما عبيد ما تقولش مليون 300 يحكي لك بال 15 بس تسمع كان 12 داكوردو 12 13 14 15 بون. هو الفلاح راهو حليله نحكيو بالحق، راهو حليلو زاد هو راهو عالفه وكذا مصروف. الفويت فين وشكون المسؤول عليه؟ نجيو شركة اللحوم هنا 17-18,500 راهو غالي، راهو علوش راهو يتهز هكا 18,500. نحكيو على الأضاحي بالطبيعة، ما نحكيوش على الحم علوش من هوني. المذبوح ما نحكيوش عليه، مذبوح هذاك كل قدير وكل على الحي. على الحي نحكيو على الحي. بالنسبة للمذبوح 31,000 راهو كي تجي تشوف أنت تقع عند زازار ب 40 يتسمى راهو بالقدير.
حتى الخرفان هوني معناها قاعدين يتباعوا بالميزان خير برشا من الاضاحي العشوائيه اللي ماهيش بالميزان جمله. بالميزان على الاقل تبدا عارف روحك، عندك مونطون، عندك بيدجي في يدك، فهمني، تعرف روحك شنو هي حاجتك به. اما الاخرى راهو شي لابيل عرفتها ويشيع لك ال 13 مش في الاضاحي العشوائيه يبيعوا بالميزان مثلا. اللي نشوفه انا البطور ابرك برشا فهمني. اما الشواء راهو تحسه تعب شوي، باقي غالي على المواطن. باقي غالي على المواطن، فهمت كيفاش؟ باقي غالي فهمني، موجود وشوي، اما شويه مش لك الكل فهمني. حتى الكونتيتي ولا النوعيه نتاع الخرفان راهي تعب، فهمتها؟ اللي فيه برشا مرض، اللي تاعك اللي فيها الزريقه بالزريقه عملتك الحديد يعني ماهيش خاضع لتقييم صحي. انا الحسب نشوف تو بريسك معناها 60% من اللي نشوفهم غاديك اللي عندهم لطف كد مال ولا حاجه هكذا، ديجا هذه لاحظتها فاهم، غاديك تعديت وروحت فهمتني. هذاك شو نقول لك، والله شيء عباد برشا هربة معناها، ديجا تو يمكن 70% عاملين فما شطر ما عيطش ذول السنين، شو 20% مش عايطوا حسب ما نشوف انا 20%. حتى على اللحم تو مذبوح مع شخالته العباد، فهمتها؟ يجي تو العباد هيك شوفها الغلاف في كل شيء، فهمتني؟ فنحكيو على الحياه العاديه، الغلاف في كل شيء، تزيدوا انت في العلوش فهمتني، غاديك الشيخ ياخذك 10 كيلو وهذا كان على 40 فرضا مع انزازا، هذوما 400,000. هذوما 400,000 مازال، شكون تو يفضل لك 400 في تونس؟ نحكي له تحكي على موظف، راه ما نحكيليش راه مساكن على الفئات الضعيفه اللي هو موظف في الفئات الضعيفه تو، اما العباد رايك اللي خدمت حزام، خدمت نهار كذا، من لم يملكش هو. فهمت شوف هذاك 400 باش ياخذ به، لذا اخويا شوف ان الدوله حل، فهمت تشوف كيفاش خاطر الشواء حكي 17800 هذي ولا 18500 لا سبيل الي راهو مش حل. فيما يخص شركة اللحوم، اللحوم يعني الحاضرة المذبوحة يعني الحم تسمى ب 31 دينار، تسمى باهي ثم مرفق بارابور البر يعني يعمل يعني ب 40 ومازال يزيد حتى 42 45. فيما يخص توا تزيد الأسوام تاع الظن يعني بالميزان زادوا شوية، سما غلاو 18 دينار و500 كانت قبل يعني 14 دينار و500، أما 25 دينار 25% زيادة. أما يتسمى به برشا معناها على الأضاحي العشوائية اللي ماهيش قاعدة تبيع في الخرفان بالميزان. إيه هذوما خاطر يجي كان الغافل وكا هو يعني إنسان يعمل سوق كذا يهرب، توا أنا دخلت أنا مشيت غاديك اللي نلقاها انا هنا مليون و200، نلقى غاديك مليون ونص مليون و600 فهمتني. هنا تولي بارابور يعني بالرغم يعني السوم يعني 18 دينار و500 تسمى غالي. دونك انت مسيو اخترت باش تشري من هوني من شركه اللحوم؟ شركه اللحوم عن طريق يعني الميزان فهمتني، وكل قدير وقدره. بالنسبه للاسعار اش باش نقول لك، الاسعار مشطه بون. شركة اللحوم لا يسي دو فيغ ان جيست بارابور او بارتيكولي فهمتي، بالنسبة للجزارة يا ان بتيت ديفيرونس. انا راني فوني بار كيوريزيتي بور فوار معناها باش نشوفو معناها اسكو سي سا فو الكو ولا لا. هنا قدام لو فيت كومبلي اون با لو شوا، سي تو. واش حاب نقول لك اخر والله هكا، وربي يكون مع المواطن فهمتي، لا على خاطر تو لي نيفو بور لانستون لا كورد اللي تخو غاد فهمتني ولا، وربي يسلط تتقطع وذاك هو